السلام عليكم. عروسان يحتفلان بزفافهم داخل لجنة انتخابية في محافظة الدقهلية. إليكم التفاصيل وصور العروسان. قبل التفاصيل يا ريت ما تنسوش دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الأخبار الحصرية. ولو بتشوفونا لأول مرة بنقدم أهم الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا إلى جانب مجموعة متنوعة من الفيديوهات ستنال إعجابكم. إليكم التفاصيل. انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية اليوم شهدت واقعة غريبة من غرائب وخف الدم المصريين، حيث يتنافس في الانتخابات 202 مرشح على 101 مقعد في كل من القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء. حرص عروسان على الإدلاء بأصواتهم في اللجنة الانتخابية في محافظة الدقهلية، وتجمع الأهالي حول العروسين لتصويرهم داخل اللجنة الانتخابية. وزي ما احنا شايفين دلوقتي دي صور العروسين داخل اللجنة الانتخابية. هسيبكم دلوقتي مع مجموعة من الصور، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.